السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة المجلة الكرام. فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بالجديد. فالفيديو إن شاء الله غنتحدث على التدبير الاستثنائي لمسطرة إعادة التوجيه بالتعليم الثانوي برسم الدخول المدرسي الحالي 2020-2021 حسب المذكرة الوزارية اللي صدرت بتاريخ 4 شتنبر 2020. فالمذكرة الوزارية رقم 04420 اللي صدرت اليوم في شأن التدبير الاستثنائي لمسطرة إعادة التوجيه بالتعليم الثانوي برسم الدخول التربوي 2020-2021. فالمذكرة اللي جات موجهة إلى السيدات والسادة مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذلك المديرات والمديرين الإقليميين بالإضافة إلى المفتشين إلى آخره. بالنسبة للموضوع ديالها، الموضوع هو التدبير الاستثنائي لمسطرة إعادة التوجيه بالتعليم الثانوي برسم الدخول التربوي 2020-2021. كيف ما جاء في المذكرة، في إطار مواصلة التدابير والإجراءات التربوية المواكبة للدخول التربوي الحالي في ظل استمرارية الوضعية الخاصة التي تعيشها بلادنا بسبب الجائحة، وضمان لحق المتعلمين في الاستفادة من عملية إعادة التوجيه في ظروف ملائمة بما يسمح لهم بتصحيح اختياراتهم في إطار ثروة بناء وتوطيد مشاريعهم الشخصية. ومن أجل ذلك تقرر العمل بهذا الخصوص بالإجراءات والجدولة والزمنية الاستثنائية التالية. يعني هذه الأمور خصكم تركزوا عليها مزيان بالنسبة للتلاميذ اللي بيديروا التوجيه. استثمار لقاء التواصل مع المتعلمين المزمع تنظيمه خلال فترة ممتدة من 7 إلى 9 شتنبر 2020. يعني هذه الفترة خاصها يستغلوها المتعلم باش يخبروا المعنيين بإجراءات مسطرة إعادة التوجيه. بالنسبة للإدارة أو الأساتذة يخبروا، أو المعنيين بالتوجيه يخبروا التلاميذ بالإجراءات مسطرة إعادة التوجيه المقررة هذه السنة، كما يتعين توظيف كل القنوات والوسائط التواصلية الضرورية لإبلاغهم بالمستجدات المتعلقة بهذه العملية. تاريخ ثاني أو نقطة ثانية، تخصيص الفترة الممتدة من 7 إلى 17 شتنبر لتقديم الاستشارات اللازمة للمتعلمين من طرف أطر التوجيه التربوي. يعني كم مرحلة أولى هي مرحلة الإخبار أو تبليغهم بهذه الإجراءات وهذه المسطرة. المرحلة الثانية اللي هي من 7 إلى 17 هو تقديم الاستشارات اللازمة للمتعلمين من طرف أطر التوجيه التربوي، وكذا يعني التوجيه أو تقديم الاستشارة ثم تعبئة طلب إعادة التوجيه عبر منصة. يعني كاين جوج طرق اللي غادي تعمر بهم او تدير بهم طلب اعاده التوجيه ديالك، اما عبر منصه متمدرس في المسار ديالك، يعني على حساب ديالك كتعمر واحد الاستماره كتطلب فيها اعاده التوجيه او تغيير التوجيه، او تعبئه نسخه ورقيه، يعني او تعب انك تعبئ نسخه ورقيه من النموذج المعتمد. والموضوع هنا اشارتين بمؤسسات الثانويه وكذلك على مواقع الوزاره. يعني بالنسبه لنا نخلي لكم الرابط ديال منين تاخذوا الاستماره الورقيه، نخلي لكم الرابط. بالنسبه للمسار يمكن لك تدخل المسار ديالك وتعمر تعمر ديك الاستماره ديالك، يعني كتعمرها وكتحطها من التاريخ من 7 الى 17 شتنبر وايداعها لدى اداره المؤسسات. ثم كنلقاو مثلا تواريخ اخرى بالنسبه للفتره اللي ممتده من 18 الى 23 شتنبر 2020. كتخصص للعمليات الاتيه: مسك الإدارة إدارة المؤسسة لطلبة إعادة التوجيه، كذلك مسك المستشار في التوجيه التربوي لرأيه عبر الفضاء الخاص عبر منظومة مسار، استخراج إدارة المؤسسة الثانوية لوائح إعادة التوجيه حسب الاختيار الدراسي المطلوبة، إحالة لوائح الطلبات المتعلقة باختبارات غير متوفرة بالمؤسسة إلى المؤسسات الثانوية المعنية. هذه الأمور يعني غير خاصة بالمتعلم، هذه خاصة بالإدارة هي اللي كتقرر في هذه المسائل هذه. يعني الأشمل على المتعلم أنه يعمر الاستمارة ديالو، يدير إعادة طلب إعادة التوجيه. بالنسبة للفترة من 24 إلى 22 شتنبر، هذه الفترة كتخصص لانعقاد لجان إعادة التوجيه للبدء في الطلبات المقدمة وفق المعايير المنصوص عليها ضمن مذكرات المشار إليها في المراجع الأعلى، مع إعطاء الأولوية للحالات الآتية: الحالات اللي تعذر عليها تحصيل رغبتها او معالجتها لاسباب تقنيه مرتبطه بالتدبير الرقمي لمسطره التوجيه نهايه الموسم الدراسي المنصرم، الحالات الوارده اسماؤها ضمن لوائح انتظار الخاصه بالاختيارات الدراسيه ذات المقاعد المحدوده شارطه تقديم طلب اعاده التوجيه الى هذه الاختيارات، مسك قرارات لجان اعاده التوجيه على مدرسه مسار فور انتهاء من اشغال هذه اللجان واخبار المتعلمين
المعنية بها عبر مختلف قنوات ووسائط التواصل المتاحة، وتيسير اندماج المقبولة طلباتهم في اختياراتهم الجديدة. ونظرا لما لهذه الإجراءات من أهمية في إنجاح الدخول المدرسي الحالي في ظل جائحة كوفيد-19، والاستجابة ما أمكن لاختيارات المتعلمين النابعة من مشاريعهم الشخصية، أدعوكم إلى العمل كل من موقعه واختصاصاته على تفعيل مقتضيات هذه المذكرة والولاية العناية اللازمة تحقيقا للأهداف التربوية المنشودة كيف ما جاء في المذكرة. والسلام. بالنسبة النموذج الاستمارة الورقية هو هذا، يعني كيفاش كتملؤوه، كدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طلب إعادة التوجيه بالتعليم الثانوي برسم الموسم الدراسي 2020-2021. أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، يعني كدير الأكاديمية والجهة، أكاديمية الدار بيضا سطات، أكاديمية مراكش أسفي إلى آخره. المديرية الإقليمية مثلا كنتي الدار بيضا سطات، غادي يا إما المديرية الإقليمية سيدي بنور أو الجديدة أو سطات. المؤسسة ديالك، يعني المؤسسة الثانوية اللي كتقرا فيها، الاسم الكامل، الاسم والكنية ديالك، تلميذ أو تلميذة، ثم رقم مسار ديالك، ثم المستوى الدراسي، يعني كيف ما قلنا الأكاديمية، المديرية، المؤسسة الثانوية، الاسم الكامل، رقم مسار، المستوى الدراسي، والتخصص اللي كتقرا فيه، يعني كدير التخصص اللي انت فيه حاليا، وفي هذه الخانة وهذا المربع كدير الاختيار الدراسي اللي باغي كترغب انت دير فيه. مثلا انت عندك اس بي تي، مثلا باغي دير بي سي، يعني كتكتب مستوى التخصص الدراسي اس بي تي علوم الحياة والأرض، أرغب في إعادة التوجيه إلى اختيار تالي، مثلا الفيزياء، علوم فيزيائية. بالنسبة وذلك الدوافع الآتية، علاش بأن أما أنك تلقى صعوبة أو أنك عندك رغبة أنك تغير، يعني كدير الدوافع ديالك اللي خلاتك أنك تغير التوجيه ديالك أو أنك تطلب إعادة التوجيه. كدير حريرة بتاريخ بكذا بمدينة كذا بالتاريخ، ثم كتوقع، يعني توقيع التلميذ، توقيع ولي الأمر. بالنسبة لهذه الخانة الأخرين الرأي وتوقيع المستشار في التوجيه التربوي، راه كتخليها خاوية هي، والخاتم ديال إدارة المؤسسة. يعني بالنسبة للتاريخ إمتى غادي يكون، كيف ما قلنا، فالتاريخ اللي غادي يبدأ يتملأ فيه هذه الاستمارات من 7 إلى 17 شتنبر، يعني من 7 في شهر 9، 7 شتنبر إلى غاية 17 شتنبر 2020. هذه الفترة كتكون لتقديم استشارات وكذلك لتعبئة طلب إعادة التوجيه عبر منصة متمدرس أو عبر النسخة الورقية من النموذج اللي كيف ما شفتوا معنا في الفيديو. أتمنى التوفيق للجميع، ما تنسوش أنكم تدعموا القناة بالاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.